في هذه الإطلالة القرائية الجديدة اخترت كتاباً عنوانه الأعمال النثرية لأحمد أمين المدني، المقالات والدراسات، جمع وإعداد أحمد محمد عبيد. وهذا الكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من المقالات والدراسات التي كتبها الأديب أحمد أمين المدني وتركها متناثرة في ثنايا الصحف والمجلات. قام الباحث بجمع المقالات التي كتبها أحمد أمين المدني الذي يعد أحد أهم رواد الثقافة الإماراتية المعاصرة الذين حملوا هم النهوض بالثقافة المحلية وإدخالها في مناخ العصر وعياً ورغبة منهم بضرورة التعرف والاطلاع والتمازج مع الثقافات العربية والعالمية وما تشهده من نقلات وتطورات وسعياً للتجديد في الأجناس الفنية والأدبية كافة. وقد قام معد هذا الكتاب بجمع المقالات في كتاب واحد يكشف عن جوانب عديدة للأديب الراحل في مجالات الفكر والأدب والنقد والتراجم وغيرها، مع الإشارة إلى أن الأديب المدني لم يكن غزير الإنتاج قياساً إلى وزنه الثقافي والعلمي، فقد أصدر 3 دواوين شعرية وأنجز دراسة عن الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك دراسات أخرى قام بتأليفها كما أشار هو إلى ذلك. من مقالة له بعنوان وحدة الصفوف دعامة كبرى يقول: إن بناء الشعوب عملية صعبة، وإقامة نهضتها وتحقيق أهدافها أمر معقد وشاق، محاطة بالمخاطر ومحفوفة بالصعاب، ذلك لأن قوى البغي والظلام المناهضة لبناء حريات الشعوب لا تلقي سلاحها ولا تستسلم بسهولة، فهي تلقي بكل قواها في معركة النور والظلام. قام الباحث بجمع كثير من القصائد الضائعة لأحمد أمين المدني بلغ عددها أكثر من 50 قصيدة غير منشورة في دواوينه 3. أما هذه الأوراق فهي تسلط الضوء على إبداع هذا الرائد الذي حاول مع آخرين إثراء الحياة الفكرية رغم قلة الموارد حينها. يقول الباحث في مقدمة كتابه هذا إن أحمد أمين المدني وغيره كثيرون من ذوي الاهتمامات المشابهة ينتظرون من يبحث عن تراثهم ويجمعه ويقدمه للساحة الثقافية خدمة لها ولروادها وأعلامها وإنصافهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم. ومن مقالة له بعنوان أدركته حرفة الأدب يصف الأديب فيقول: الأديب إنسان قبل كل شيء، ولإنسانيته حق في أن تكون موفورة النصيب من حياة الهناءة والكرامة والرفاهية كحق أي كائن بشري حي، وهو بعد هذا إنسان يتميز عن غيره بمزايا موهوبة. هو يحس الأشياء بأعمق مما يحسها غيره، وينظر إلى الأمور من جانب، فإنه يراه من عدة جوانب، بهذا يمتاز الأديب في الناس. وفي رأيه بعد هذا أن هذه الخصائص تساعد الأديب على أن يضيف إلى الحياة من إدراكه وإحساسه ونفاذ بصيرته ما يزيد في الفكر ثروة من الخير والحق والجمال. إن أحمد أمين المدني كما يتضح من خلال مقالاته يضع القضية ويناقشها ويحللها من مختلف جوانبها الأدبية والفكرية والنفسية والتأملية إلى أن يستوفيها ولا يعود فيها ما يبقيها مفتوحة على عدة احتمالات أو تأويلات. عرف أحمد أمين المدني بكونه شاعراً، أما كتاباته النثرية فقد وضعته في مصاف الكتاب والأدباء الذين حملوا أهم الكلمة الصادقة المعبرة عن تطلعات الإنسان والشعوب عامة في وقت كان لنزعات الانعتاق والتحرر صدى في كل مكان. كتب المدني في الكثير من الصحف والمجلات داخل الإمارات وخارجها،
كصحف ومجلات لبنان والعراق ومصر وتونس وسوريا، إضافة إلى صحف الإمارات، كما أنه أسهم بقلمه وفكره في الحياة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أوسع أبوابها، فقد كتب عدداً من الدراسات ووضع عدداً من الكتب وحاضر في كثير من الندوات، وكانت له مساهمات كثيرة في البحوث والأدب والمجتمع وغير ذلك من الشؤون الحياتية التي عاصرها. في مقالة له بعنوان نهضة الإمارات الثقافية، يدعو أحمد أمين المدني إلى الاهتمام بالتعليم وإنشاء المعاهد والنوادي الثقافية التي تساعد على نشر الثقافة بين أفراد الشعب وترفع من مستواهم الثقافي. ويقول في جزء من هذه المقالة: وسجل الفكر الإماراتي نشاطا فكريا يتمثل في كل ما أنتجه من كتب أدبية واجتماعية وقصصية وشعرية، وثمة عوامل أخرى تسهم في نشر الثقافة وتطورها كالمدارس المسائية وتنمية المواهب وتشجيع الفنون الجميلة وإيجاد نظام التفرغ. هذه النواحي علينا الاهتمام بها إذا أردنا نهضة ثقافية على ركائز ثابتة من الإصلاح. كثير من هذه الأفكار إن لم يكن جميعها قد تحقق بالفعل على أرض إمارات الثقافة والعطاء الإبداعي، بفضل اهتمام القيادة الحكيمة والرشيدة بتنمية الجوانب الروحية والثقافية للإنسان الإماراتي، إلى جانب بنائه علميا وفكريا وتوفير كل السبل والإمكانات لتحقيق ذلك. إن كتابات الرواد ومنهم أحمد أمين المدني تبصر المثقفين وأصحاب القرار على السواء بأهمية الثقافة في النهوض بالمجتمع وتقدمه وازدهاره. والساحة الثقافية في دولة الإمارات كما يقول الباحث تحتاج إلى توثيق تراثها ونتاج روادها في الأدب والفكر والتاريخ، كما يرجو أن تفتح كل الجهود المجال لدراسة نتاج المدنية من أدب وفكر ونقد دراسة تحليلية ناقدة، ذلك لأن لديه جوانب عديدة لم يتطرق إليها الباحثون حتى الآن. ونختم هذه الإطلالة القصيرة على عالم أحمد أمين المدني النثري برأي له عن الأسلوب في الفنون الذي يراه الطريقة التي يصور بها الفنان فكرته ويجعلها في متناول القارئ. يقول: فالإجادة في الأسلوب إجادة في عنصر من عناصر الفن، وثبوت هذه الحقيقة في مضمار الابتكار الفني هو الذي يقيد المبتكرين بأسلوب معين لم يشذ عنه مبتكر خلاق. كتاب الأعمال النثرية لأحمد أمين المدني، المقالات والدراسات، جمع وإعداد أحمد محمد عبيد، من إصدارات المجمع الثقافي أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.